رأيك؟ ذوقك حلو أوي كل حاجة. أنا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف إنك استعجلت؟ أنا اتأخرت. بس أنا في حاجات كتير ما تعرفهاش عني، كان نفسي أحكيها لك عشان ما بقاش خبيت عليك حاجة. أنا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. متفق إن إحنا بنبتدي النهاردة؟ من فضلك انا لازم اوصله النهارده باي طريقه. انا من امبارح بحاول اوصله ومش عارف. طيب قول لي انت عاوز منه ايه وانا ابلغه. مش هينفع. هو انت على طول الغاز كده؟ بقولك ايه، انت فاكر ان نديم بيخبي عليا حاجه؟ طب اسهلها لك واقول لك انت عاوزه في ايه. انت عاوزه في حاجه بخصوص يا عماد القط يا مراته اللي بتدور عليها؟ لا. متاكد؟ أستاذة أمير أنا لازم أوصل لنديم بيه النهاردة وبأي شكل. هو النهاردة بالذات بقى مش هينفع. لا ده لازم ينفع. وبعد إذنك أنا قاعد لحد ما يجي. اقعد. هتستنى قد إيه؟ يومين؟ تلاتة؟ احتمال أسبوعين ولا 10 أيام. ليه؟ هو مسافر ولا إيه؟ أهو حاجة زي كده. مش بعيد يكون عملها فعلا مسافر. الله، انت مش بتقولي انه ما بيخبيش عنك حاجه؟ الو، مكتب رئيس الوزراء. اه طبعا، اتفضل حاولني. ايوه يا فندم، صباح الخير، امرني. صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير والعشاء كمان في السرير. لا بقول لك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. مش متعود على الدلع ده على فكره. متعود؟ ردتش على تليفونك ليه؟ انا يبقى معايا الحلاوه دي وارد على تليفوني؟ يمكن حاجه مهمه. مفيش اهم من كده. بس انا بحب القهوه الصبح. French coffee is being made. I like French coffee. Kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب ما يتأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي نروح الشغل كمان. لا النهارده شغل لا، ممكن بكره. يا سلام.
فكره ايه رايك بقى ان انا هنزل بكره؟ تروحي فين؟ هروح البيت اجيب شويه حاجات. وانت لما دخلتي هنا لقيتي حاجه ناقصه ولا ذوقي مش عاجبك؟ لا بالعكس، ذوقك عاجبني في كل حاجه، كفايه انك اخترتني، يعني ذوقك حلو. مظبوط، انا ذوقي حلو عشان اخترتك. بس انا فعلا في حاجات مهمه في البيت ما حدش هيعرف يجيبها غيري. بعد كم يوم، بعد كم شهر، بعد كم سنه، لما تحتاجيها هنبعت مريم تجي. انت شكلك كده مش عايز تخرج من الاوضه خالص. انا مش هخرج من الاوضه النهارده، الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص. انا لو خرجت من هنا هيحاكموني بتهمه اني مجنون. بس انت مجنون. بعد امبارح اكتشفت انك مجنون رسمي. انا مجنون بيك. وانا مجنون بيك. يا ريتني قابلتك من بدري. وتقولي له اخرج من الاوضه، انا مش هغادر المكان. فرح، عارفه لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح. فستان احمر وطرحه بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الاحمر. صحيح، بس انا برضه كان ممكن اعمل حاجه اجن من كده. كفايه جنان، كفايه جنان. انت لسه شفتي حاجه؟ انا شايف انك خلصتي فطار. بس كفايه فطار بقى. بعدين انا رانا الحياه بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيده كده، لازم نجيب لها اخ بسرعه. امال شبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة وهنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي كنت هقعد واشوفك. كمان وحشتيني قوي. وحشتيني قوي قوي قوي. ما تقولوش ربنا يبارك في حبيبي. ايش كنت تقولي؟ يا حبيبتي والله ان انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. سعدو، هاي، هاو ار يو؟ ربنا يبارك فيكي يا استاذ جمال. ما قلتليش بقى مين اللي قالك؟ انا اللي قلت لك. وفرحت قوي قوي لما عرفت. ما انت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش. لا انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصله الطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. ده الفيلا دي توحشني قوي.
كمان قلت لها توحشني قوي. يا روحي انت استني شوفي اوضتك الجديده. اهلا 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 اوبا وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس بالكتير بابا نديم. اوكي تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه. ايوه جمال. لحظه كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال. قول لها ما تكلمنيش مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول لها اعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا. دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل انا؟ مش عارف. عايز اجازه بقى. انت عارفه اوضتك دي اول اوضه رتبتها في البيت. ميرسي. اوكي انا عايزه كيف موضوع. بتنتهي حكايتك بالظبط. قولي لي بقى رامي رجعي بقى وخلصيني. بجد؟ ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردت. اللي حصل. مش وقت دلوقتي. انت عروسه. عروسه برضو. ماشي يا سنجل. ايه رايك؟ شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل مركب. بالظبط. حلوة؟ ميرسي قوي يا انكل نادي. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي يا بابا نادي. صح كده. صح. ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تقوليها تقوليها لي على طول. تقوليها لي ما تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده. هاي ريتشو. ايه الاخبار؟ الجو بره عامل ايه؟ امان يا مالك ما تقلقش. عودت عليك على فكره. انا كمان مفيش امل تخرج من هنا خالص. تهزري صح؟ بعد المصايب اللي حصلت دي كلها اكيد هخرج اشوف لي اي حاجه تلمني. هبقى اخلي داليا تكلمك وتظبط معاك عشان نتقابل. ماشي. طب يلا عشان اتاخرتي يا داليا. يلا. يعني ايه هربت منك؟ تقب وتغطس وتجيبها من اي حته حالا فاهم؟ اخبيها.